حول الوضع الإنساني في اليمن في ظل انتهاكات ميليشيا الحوثي التي لا تنتهي بحق المدنيين، ينضم إلينا صالح الجبري رئيس مركز يني يمن عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك سيد صالح. بداية، منظمة الهجرة الدولية تقول إن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية العام الجاري. كيف ترى دور ميليشيا الحوثي في تهجير اليمنيين عن ديارهم؟ شكرا جزيلا. وماذا نتوقع من ميليشيات انقلبت على شرعية وعلى دولة بالسلاح الثقيل وكانت تعيش في الكهوف وفي جبال مران التابع لمحافظة صعدة؟ هؤلاء جاءوا كأنهم جاءوا من المريخ، يأكلون الأخضر واليابس ويتجاوزون كل الأعراف والأخلاق الإسلامية التي يتشدقون بها بأنهم جاءوا من أجل إنقاذ الشعب اليمني، لكن للأسف أنهم أخذوا الناس من بيوتهم معتقلين مدنيين سلميين. تصور الآن 3 سنوات المدرسون العاملون في التربية والتعليم بدون رواتب، وهناك الآن مهدد من تبقى طبعا من المدارس على إقفالها. الجوع والفقر والمرض زاد في اليمن، وأصبحت اليمن أسوأ منطقة مجاعة في العالم بتصنيف الأمم المتحدة في ظل ميليشيات الحوثي الإيرانية. وبالتالي يعني هناك أكثر من 3 مليون الذين هجروا من المدن إلى القرى، وجزء منهم سافر أو خرج إلى خارج اليمن. من استطاع طبعا أن يخرج خارج اليمن عنده إمكانيات مادية، بسبب أن ميليشيات الحوثي تقتل أو يعني تسجن أو تعتقل أو تعذب من يخالف توجه هذه الميليشيات. التي بدأت منذ وصولها إلى العاصمة صنعاء بتغيير هوية وثقافة الشعب اليمني والنشأ، وهو الأخطر والأهم، تغيير عقول أطفالنا في المدارس وتغيير المناهج التربية. في المقابل، كيف ترى دور المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والإنسانية في تخفيف العبء عن المدنيين النازحين في اليمن؟ هناك جهود يعني مشكورة لبعض الجمعيات اليمنية داخل اليمن، ويعني جهود لا بأس بها من قبل المنظمات الدولية، لكن لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. للأسف الشديد الأمم المتحدة إلى الآن لم تقدم ما هو المطلوب منها، ولا حتى عبر ممثلها في اليمن الذي يتهم بأنه يتواطأ مع ميليشيات الحوثي الإيرانية. هناك أيضا منظمات دولية تحاول الوصول إلى اليمن، لكن الحوثي للأسف الشديد يعني يمنعها من الوصول إلى المناطق التي تقع تحت سيطرته. بل هناك بعض المنظمات الدولية، هناك اتهامات بأن أعضائها هم يتبعون ميليشيات الحوثي ويأخذون التبرعات والمواد الإغاثية وتسلم إلى أفرادهم تحت مسمى دعم جبهات القتال. طيب، عند الحديث يعني عن معاناة اليمنيين من انتهاكات الحوثي، طالبت رابطة أمهات المختطفين كما تعلم بإظهار المخفيين قسرا وإطلاق سراحهم من سجون ميليشيا الحوثي. السؤال: كيف ترى التزام الحوثي بتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين؟ هل هذا سيحصل؟ خلال 6 سنوات لم يلتزم الحوثي إلا باتفاق واحد بعد ضغوط دولية، ولأن لديه أفراد كقيادات يعني كمعتقلين من جبهة القتال لدى الشرعية، وإلا أكثر من 80 اتفاق كما تحدثت منظمات محلية لم يلتزم بها الحوثي منذ 2004 عند الحرب الأولى التي كانت بينه وبين النظام السابق. الحوثي للأسف يكذب كما يستنشق الهواء، لا يلتزم. أنا أشبه الحوثي بيهود بإسرائيل، إذا أطلقت مجموعة من الفلسطينيين في اليوم الثاني تذهب تعتقل مدنيين مرة أخرى إلى السجون. هؤلاء يعني يعتقلون مدنيين من بيوتهم تحت أي مسمى، تحت أي شعار، حتى لو اكتشفوا على مواطن رسالة في الواتساب يعني ضدهم على طول يعني مباشرة يعتقل. وبالتالي لا أتوقع أن يلتزم الحوثي بأي اتفاقات قادمة إلا إذا وجد ضغطا في الميدان عسكريا ويعني لتبادل بقيادات لدى معتقلين محسوبين على الشرعية، محسوبين على الحوثي لدى الشرعية، أو إذا في هناك ضغوط دولية على ميليشيات الحوثي. وإلا فإن الحوثي لم يلتزم بأي اتفاق مطلقا باستثناء
الاتفاق الأخير الذي تم إطلاق فيه أكثر من 1080 معتقل من الطرفين. رئيس مركز ييني يمن صالح الجبري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.